استخراج آلاف الإيميلات المستهدفة تلقائيا باستخدام أداة سيرب ديجر، أفضل أداة لاستخراج إيميلات مستهدفة للمجال أو النيتش اللي حضرتك بتشتغل عليه بكل سهولة وبنقرة واحدة. طبعا يا شباب، احنا شرحنا أداة سيرب ديجر شرح كامل في فيديو سابق، وكنا شرحنا في الفيديو ده طريقة إنشاء رابط CSA اللي موجود قدام حضراتكم ده، وده الرابط المتحكم في الصفحات اللي بتظهر في الخلفية علشان الأداة تبدأ تسحب منها الإيميلات، وشرحنا كل إعدادات البرنامج بالتفصيل. وطبعا يا شباب، كانت بتواجهنا كلنا مشكلة، وهي مشكلة توقف البرنامج فجأة بسبب الكباتشا أو التحقق من إنك لست برنامج روبوت. فعلشان كده خلال الشهر اللي فات ده اشتغلنا على تطوير البرنامج. باختصار أنشأنا إضافة بنضيفها مع إضافة سيرب ديجر بحيث إن هي تتخطى كباتشا الخاصة بسيرب ديجر تلقائيا وما يحصلش أي توقف نهائيا. ولكن يا شباب، بعد تعديل وبعد إضافة أداة أنا لست برنامج روبوت، البرنامج في الوقت الحالي بيشتغل بكفاءة عالية جدا بسرعة، كمان مفيش توقف نهائيا. يعني كان في بعض الناس بتقول ان الصفحات بتتوقف بدون كباتشا، يعني الكباتشا ما ظهرتش ولكن الصفحة بتتوقف. كل المشاكل دي تم حلها، مفيش كباتشا، مفيش توقف، في سرعة في الأداء، في عدد كبير جدا من الإيميلات، مش إيميلات محدودة. يعني لو حضرتك لاحظت هنا أنا ضايف كلمة مفتاحية واحدة، ثلاث أنواع إيميلات وثلاث ولايات بس، ده كان عشان الشرح. يعني دلوقتي تقدر حضرتك تضيف عدد كبير جدا من الكلمات المفتاحية وعدد أنواع إيميلات براحتك، كمان تقدر تضيف عدد ولايات أو لوكيشن لاستخراج الإيميلات بعدد غير محدود. فطبعا في الوقت ده هيكون مراحل استخراج الإيميلات كتيرة جدا وهياخد وقت طويل، وبكده هتقدر مثلا إنك تظبط الإعدادات بتاعتك وتسيب البرنامج يشتغل. لو وراك شغل هتروح شغلك وترجع تلاقي البرنامج خلص، ولكن الأول كنت ممكن كل 3 دقايق تلاقي الكباتشا ظهرت وتضطر انك لازم تتدخل يدويا وتحل الكباتشا او تضغط على انا لست برنامج روبوت علشان البرنامج يبدا يكمل. دلوقتي خلاص كل الموضوع ده انتهى، والبرنامج هيفضل شغال معاك دايركت لغايه لما يخلص كل المراحل بتاعته ويديلك كلمه كومبليت زي ما حضرتك شايفها كده بالظبط. وسواء كنت بتستخدم الاصدار الحديث اللي حضرتك شايفه ده 7.1.10، او كنت بتستخدم الاصدار القديم 3.0.11، في الحالتين مفيش اي فرق بين الاصدار القديم والاصدار الجديد، بل بالعكس انا بستخدم الاصدار القديم، بحس ان هو اسرع من الاصدار الجديد ولكن مش كتير. يعني لو الحملة هنا مثلا بتاخد 10 دقايق، ممكن في الاصدار الجديد تاخد 12 دقيقة، فرق بسيط ولكن هي النتائج. ولو حضرتك ضايف نفس الاعدادات في الاصدار القديم وفي الاصدار الجديد زي ما انا عامل كده، لو لاحظت هتلاقي هنا نفس الاعدادات دي انا ضايفها في الاصدار الجديد، نفس الاعدادات ونفس الكلمة المفتاحية. في النهاية هيستخرجوا لك الاثنين نفس النتائج، يعني نفس ملف الايميلات اللي حضرتك هتستخرجه من الاصدار القديم هو نفس ملف الايميلات اللي هتستخرجه من الاصدار الجديد، مفيش اي اختلاف. طب دلوقتي تعالى أأكد لك ان البرنامج هيفضل شغال بدون توقف نهائيا، وخلينا في نهاية الفيديو هقول لك ازاي تحمل البرامج وتفك الضغط عنها وتبدأ في تثبيت الاضافات على المتصفح بتاعك علشان تبدأ تشتغل بيها بكل اريحية زي ما هتشوف معايا حالا. هنضغط على ستارت زي ما حضراتكم شايفين كده بدأ البرنامج يشتغل. طب تعالوا نضغط على ستارت في الاصدار القديم في نفس الوقت علشان نشوف برضو في فرق ولا مفيش فرق، ونقارن بين الاصدارين. نضغط على ستارت من هنا هيبدأ يشتغل. ده الاصدار القديم يا شباب، وهتحس كمان ان الاصدار ده اسرع شوية من الاصدار التاني. يعني تعالى نرجع كده للاصدار التاني، نفس الكلام هو شغال اهو. الاصدار ده بتحس ان هو تقيل حاجة بسيطة في الحركة، والكباتشة بتظهر فيه لمجرد ثانية بس، بيتم التخطي برضو مش بتفضل ثابتة، وزي ما انت شايف كده بيتم التوقف، يعني البرنامج بيقف كده لمدة ثانيتين، ده ما بيحصلش في الاصدار القديم، ولكن بيرجع يشتغل تاني مفيش اي مشكلة. حتى الان مفيش توقف، علشان كان في ناس بتقول ان بعد 20 ايميل و30 ايميل البرنامج بيبدأ يقف، زي ما حضرتك شايف اهو مفيش اي توقف، البرنامج شغال مفيش اي مشكلة لغاية دلوقتي، مفيش اي كباتشة ظهرت، اي كباتشة بتظهر بيتم التخطي تلقائيا. نرجع للمتصفح التاني زي ما حضرتك شايف كده الموضوع شغال معانا برضو مفيش مشكلة، ادي الكباتشة ظهرت اهي وتم التخطي تلقائيا. طبعا يا شباب البرنامج تقدر تثبته على اكتر من متصفح في نفس الوقت، سواء معاك النسخة القديمة او النسخة الجديدة، تقدر تنشئ بروفايلات بدون تسجيل دخول بالايميل او متصفحات كتيرة على الجهاز بتاعك، وتبدأ تشتغل في كذا اتجاه. يعني مش شرط تحكم نفسك بمتصفح واحد زي ما انت شايف،
انا ممكن اعمل 10 متصفحات واضيف البرنامج فيهم. وعلشان تحصل على البرامج حضرتك هتتواصل معايا على رقم الواتساب اللي هتلاقيه موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق، كمان هتلاقي رابط اسمه رابط الادوات. الرابط ده هينقل حضرتك على صفحة المقال الخاص بموضوع الفيديو. هتلاقي في المقال ده كل حاجة حضرتك محتاجها. اولا هتلاقي الفيديو، شايف كباتشة تاني ظهرت اهي والماوس اهو، تمام مفيش اي مشكلة. البرنامج هيفضل شغال لغاية اخر مرحلة، لان احنا هنا لو لاحظت حضرتك في 3 انواع ايميلات و3 ولايات، لو ضربنا 3 في 3 ب9، هو بياخدهم بالترتيب زي ما حضرتك شايف هنا كده في الرابط ده، بياخد مثلا الكلمة المفتاحية، ولو عندك اكتر من كلمة مفتاحية بياخد هو بالترتيب اول واحدة مع اول ايميل مع اول ولاية، وبعد كده بيبدأ يبدل. تعالى نرجع للمتصفح التاني، زي ما حضرتك شايف المتصفح شغال رغم ان انا بقفل وبروح وبرجع تاني، مفيش اي مشكلة، الموضوع شغال، وده دليل على صحة كلامي لما بقولك اعمل اكتر من متصفح على جهازك واشتغل عليهم كلهم، وسع شغلك، وتقدر تضيف كلمات مفتاحية بالالاف وتسيب البرنامج شغال لمدة 24 ساعة زي ما انت عايز وحسب احتياجاتك. البرنامج مش هيقف نهائيا زي ما انت شايف كده، الصفحة ممكن تقف شوية ولكن هترجع تشتغل تاني تلقائي زي ما انت شايف اشتغلت، مفيش اي مشكلة. يعني تقدر تنسى البرنامج، تقدر تمشي تروح شغلك وترجع تلاقي البرنامج شغال. ادي كباتشة رقم 3 عدت. لو انت تلاحظ كل حوالي 3 دقايق في كباتشة بتظهر، ودي مشكلة فعلا لان احنا مش عايزين نفضل مربوطين جنب الجهاز. تعال نرجع نشوف المتصفح الاول. كل التفاصيل اللي انت عايز تعرفها هتلاقيها في الفيديو. على فكرة شباب احنا بنقدم خدمات السوشيال ميديا، لو حضراتكم عايزين اي خدمات في تحقيق الربح من اليوتيوب او التيك توك، الخدمات احنا بنقدمها بجودة عالية، كمان بنقدم خدمات السيو. للحصول على اي خدمات تقدر تتواصل معايا على رقم الواتساب اللي انا دايما ببقى سايبه في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. طبعا انا سايب حضراتكم تشاهدوا للنهاية لغاية لما يتوقف لوحده ويقول لك كومبليت، علشان بعد كده اقول لك ازاي هتثبت البرنامج. زي ما حضراتكم شايفين كده الحملة دي خلصت 336 ايميل. تعال نشوف المتصفح الثاني. المتصفح الثاني خلاص يعني على وشك ان هو يخلص، زي ما بقول لك ان ده بيكون بطيء شوية اللي هو الاصدار الجديد، ولكن الصفحة بتتوقف زي ما انتم شايفين كده وبتبدأ تشتغل تاني تلقائي. زي ما حضراتكم شايفين كده بدأت تشتغل مرة تانية. زي ما قلت لك خليك معايا علشان اقول لك ازاي هتقدر تثبت الاضافات، ولو حضرتك عندك اداه سيرب ديجر هتعرف ازاي تستخدم اداه انالست برنامج روبوت. كده شباب البرنامج خلص، هنا في 341 نتيجه وهنا في 336 نتيجه، يعني تقريبا نفس النتائج. تعال نشوف هي نفس الايميلات اللي موجوده. هنضغط على داونلود من هنا، نحمل الملف ده، هنقول له اوكي سيف، نضغط على داونلود من هنا، ده الملف اهو يا شباب. تعال نروح للمتصفح الثاني، هنضغط على داونلود وهنقول له سيف. كده الملفين تم تحميلهم، ده الملف الثاني اهو. تعالى نفتح الملف ده كده نخليه هنا، وبعد كده نروح على المتصفح الثاني نفتح الملف ده. لو ركزت هتلاقي كل الايميلات اللي موجوده في الملف اللي على الشمال هي نفس الايميلات اللي موجوده في الملف على اليمين، ولكن بتفرق ممكن في 5 ايميلات زياده 4 ايميلات زياده في النهايه. ده بس علشان حضرتك ما تفتكرش ان في فرق، بل بالعكس انا بفضل الاصدار القديم اللي هو 3.0.11 اكتر من الاصدار الجديد، بحس ان هو اسرع زي ما قلت لحضرتك. دلوقتي يا شباب تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنثبت الاضافات على المتصفح بتاعنا. طبعا حضرتك في البداية بتتواصل معايا على رقم الواتساب زي ما قلنا موجود في الديسكريبشن او في اول تعليق، وبعد كده انا ببعت لك الاضافات دي كملفات مضغوطة على الواتساب. بعد كده حضرتك بتقوم بتحميل الملفات دي عندك، بيظهروا عندك كملفات مضغوطة. علشان نفك الضغط هنضغط على الملف كليك يمين، وبعد كده هنقول له اكستراكت فايل، هتضغط على اوكي وهيتم استخراج الملفات عندك. طبعا الكلام ده بينطبق على اي ملف من الثلاث ملفات اللي احنا اتكلمنا عنهم. بعد ما نفك الضغط عن الاضافات يا شباب بيظهروا عندنا بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. اول اضافة دي بتكون اي ام نوت روبوت، والاضافة الثانية دي اداة سيرب ديجر اللي هي الاصدار القديم وده الاصدار الجديد. فهحدد الإضافة من هنا شباب، وبعد كده هضغط على Select Folder. لو ظهرت لك النافذة دي وقال لك خطأ في التحميل Cancel، وهنعملها مرة تانية، هنضغط هنا وبعد كده هنحدد إضافة كده وهنضغط على Select Folder. زي ما حضرتك شايف تم تحميل والإضافة ظهرت عندك فوق في شريط الإضافات. هنضغط ضغطة تانية علشان نبدأ نثبت أنا لست برنامج روبوت. هنرجع خطوة كمان تظهر الإضافة عندنا هي، هنحددها وهنضغط على Select Folder. تم إضافة أنا لست برنامج روبوت بنجاح، ولكن هنضغط هنا على علامة الإضافات أولا على الدبوس ده علشان تكون الإضافة جاهزة وشغالة معاك.
كده الموضوع تمام معاك شغال. لو ضغطنا هنا كده شباب على العلامة الخاصة بالإضافة هتلاقيها موجودة، وكده انت فاضل بس انك تظبط الإعدادات بتاعتك. علشان تحصل على كل الإعدادات وكمان تاخد رابط CSE جاهز، تضغط على رابط الأدوات اللي أنا سبتهولك في الديسكريبشن أسفل الفيديو، يدخلك على الصفحة اللي حضرتك شايفها دي صفحة المقال الخاص بموضوع الفيديو اللي بيشرح كل حاجة وفي كل الأدوات اللي أنت محتاجها. طبعا ده الفيديو اللي أشرنا إليه شباب اللي بيشرح الموضوع بالتفصيل، تقدر تشاهد الفيديو من هنا لو في أي معلومة ناقصاك، وده انا واثق منه بالنسبة للناس اللي اول مرة هتستخدم الاداة، وتقدر تكمل معلوماتك من الفيديو ده لان الفيديو ده فعلا شرح تفصيلي لكل حاجة عن البرنامج وعن الادوات. لو قابلت اي رابط من دول ممكن تضغط عليه وتتواصل معايا مباشرة على الواتساب، ده حسابنا على الواتساب علشان يكون واضح لحضراتكم. دي اداة فك ضغط وينرار، تقدر تفك الملفات المضغوطة، وهنا تقدر من خلال الرابط ده توصل للصفحة اللي هتنشئ من خلالها رابط CSE خاص بحضرتك. لو نزلنا تحت شوية كده كمان هتلاقي انواع الايميلات، وده رابط جاهز تقدر تستخدمه، تقدر تنسخه وتستخدمه لان هو في النهايه محرك بحث مش اكتر. هنا في قائمه الولايات المتحده الامريكيه تقدر تنسخ منها زي ما انت عايز وتضيف في الاداه، ده للتسهيل يعني. يعني باختصار يا شباب الصفحه دي هي فيها كل حاجه هتحتاجها لتشغيل الاداه. كده شباب نكون وصلنا لنهايه شرح النهارده. يا ريت لو عجبك الموضوع ما تنساش تدعمنا بلايك وشير علشان الموضوع يوصل لغيرك ويستفيد. ولو لسه حضرتك اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناة نت بروفيت.